الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن اقتفى اثره واستنى بسنته الى يوم الدين مرحبا واهلا بكم احبتي في الله واحييكم بتحيه الاسلام فالسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. حديثنا في هذا اللقاء عن امر مهم يا احباب هو الوقت، الوقت يا احبه هو حياه الانسان وهو من اعظم نعم الله علينا وما مضى منه يا احبه قطعا لا يعود. ولا يعوض، لذلك حثنا الدين العظيم على اغتنامه والحرص على الاستفاده منه وعلى استثماره فيما يعيننا وينفعنا في الدنيا والاخره. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المشهور: لن تزول قدم عبد يوم القيامه حتى يسال عن اربع. وفي روايه عن اربع خصال. اول هذه الاربع عن عمره، انظر يا محب، عن عمره. الإنسان يعمر في هذه الدنيا أربعين ثلاثين خمسين سبعين قد يزيد قد ينقص أعمار الأمة ما بين الستين والسبعين قليل الذين يتجاوزون ذلك لكن هذا العمر يا أحبة يا محب يا من أردت الخير لا شك أن الله عز وجل سيسألك عن عمرك عن أيامك بل عن دقائقك بل عن الثواني التي مرت فيها من حياتك قال عن عمره فيما أفناه وعن شبابه الشباب يعني مصدر القوة والنشاط والصعود سيسألك الله عز وجل عن, عن هذه القوة عن شبابه فيما أبلاه أي فيما ضيعه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه وعن علمه ماذا عمل به وفي الأمثل الأمثال التي يذكرونها العرب يقولون على العاقل أن يكون له ثلاث ساعات قالوا الساعة الأولى ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وهذا هو المربط يا أحبة لا بد عليك أن تحاسب لأنك يا عبد الله إذا بدأت بمحاسبة هذه النفس فلا شك أنك ستستثمر هذا الوقت ولن تضيعه وأظنه عمر بن الخطاب يقول حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا قال ساعة يناجي فيها ربه وساعة يحاسب فيها نفسه وساعة يخلو فيها لحاجته من المطعم ومن المشرب الأمور المباحة لذلك يقول الشاعر دقات قلب المرء قائله له ان الحياه دقائق وثواني، ينبغي للمسلم يا محب ان يقضي عمره في اصلاح امور معاشه واتقان عمله والتزام اوامر ربه حتى تتحقق له السعاده في الدنيا والفوز في الاخره. جاء عن ابي بكره رضي الله عنه ان رجلا قال يا رسول الله اي الناس خير؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من طال عمره وحسن عمله، الله اكبر. من طال عمره وحسن عمره فإن ذلك من خير الناس ونحن ولله الحمد رأينا كثيرا من كبار السن الذين ربما يعني بلغ بهم الكبر أتية أو البعض منهم دخل في الغيبوبة رأيناه وهو على سرير المستشفى يؤذن وهو فاقد الوعي لا شك أن ذلك قد حسن عمله في شبابه وفي صباه وخير ما نتاسى به يا احبه في اغتنام الاوقات هو سيد الخلق محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان يعطي كل وقت حقه يقوم بواجباته تجاه ربه واتجاه اسرته ومجتمعه واصحابه وما عرف بابي وامي الكسل او الملل طريقا اليه ففي ثلاث وعشرين عاما بلغ رساله ربه وبنى حضاره للانسانيه جمعاء لم يشهد التاريخ لها مثيلا وقد شهد القاصي والداني بفضلها انظر الى هذه المواقف التي تبين لنا مدى حرص السلف الصالح كذلك على الوقت، فإن معرفة أحوالهم وقراءة سيرهم من أكبر عون للمسلم على حسن استغلال وقته، فهم خير من أدرك قيمة الوقت وأهمية العمر. وهم لا شك أروع الأمثلة في اغتنام دقائق العمر واستغلال أنفاسه في طاعة الله. جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه هؤلاء الذين تخرجوا من تحت يد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول ابن مسعود: "ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت فيه شمسه نقص فيه اجلي ولم يزدد فيه عملي الله اكبر ويقول حماد بن سلمه يعني ما جئنا الى سليمان التيمي في ساعه يطاع الله فيها الا وجدناه مطيعا ان كان في ساعه صلاه وجدناه مصليا وان لم تكن ساعه صلاه وجدناه اما متوضئا او عائدا لمريض او مشيعا لجنازه او قاعدا في المسجد قال فكنا نرى انه لا يحسن ان يعصي ربه سبحانه وتعالى مما وجدناه على حسن عبادته. وكذلك من القصص انه لما مرض القاضي الحنفي ابو يوسف عاده بعض تلاميذه فوجدوه مغمى عليه فلما افاق من اغمائه قال له يعني ما تقول في هذه المساله؟ قال ما تقول في هذه المساله؟ فقال التلاميذ أفي مثل هذه الحالة هداك الله فقال لا بأس بذلك ندرس لعله ينجو بها ناج ثم قام من عنده من عنده فما بلغ باب الدار إلا وسمع الصراخ عليه وإذا هو قد مات رحمه الله هكذا كان السلف الصالح يحرصون على استغلال أوقاتهم فيما ينفعهم ويعود عليهم بالخير في الدنيا والآخرة ومما يدل على أهمية الوقت أحبة أن الله عز وجل أقسم به في سورة العصر قال والعصر دليل على اهميه الوقت لقيمته ونفاسته وشرفه لانه كما ذكرنا حياه الانسان فمن فرط في وقته فقد فرط في حياته واضاعها لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الله اكبر نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحه والفراغ كما ذكرنا الانسان في صحته وفي قوته يستطيع ان يصوم يستطيع ان يصلي يستطيع ان يتصدق يستطيع ان يحج يستطيع ان يعتمر لكن الانسان المريض لا شك انه لا يستطيع ان يقوم بمثل هذه العبادات اذكر وانتم تشاهدون وتسمعون كثيرا من الاحبه الذين ابتلوا بالحوادث او الامراض والذين قد أصيبوا بالشلل والإعاقة عندما تأتي إليه وتقول له حدثني عن أمنيتك يقول أتمنى أن أسجد سجدة لله عز وجل ويقول الآخر أتمنى لو أقلب المصحف بيدي ويقول الثالث أتمنى لو أنني أطوف بالبيت العتيق فأنت يا عبد الله يا من أعطاك الله الصحة والعافية والفراغ تستطيع فبادر الآن يا أحبة كثير من الناس للأسف الشديد مضيع وخاسر لهاتين النعمتين لذلك يقول من اقوال السلف الصالح في اهميه الوقت كما ذكرنا ان ابن مسعود قال اني لامقت الرجل يعني امقته ان اراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا والاخره ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ان الليل والنهار يعملان فيك لا شك ان الصحيفه تطوى من عمرك قال يعملان فيك فاعمل فيهما ويقول الحسن البصري رحمه الله ابن ادم انما انت ايام كلما ذهب يوم ذهب بعضك فينبغي يا احبه للمسلم ان يعمر وقته بطاعه الله عز وجل ان يستغل هذه الدقائق وهذه الانفاس وهذه الساعات فيما ينفعه في الدارين انا اذكر ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يقول في بعض خطبه: ان الدنيا قد ارتحلت مدبره وان الاخره قد ارتحلت مقبله ولكل منهما بنون فكونوا من ابناء الاخره ولا تكونوا من ابناء الدنيا فان اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل، احبتي في الله. نحن في هذه الدنيا لا شك اننا سنبعث واننا سنحاسب فاذا رايت يا عبد الله أن الإنسان أو أن أخاك ينافسك على أمور الدنيا فاتركها له واجعلها في نحره وإذا رأيت أن الإنسان ينافسك على أمور الآخرة فاجتهد في طاعة الله وقدم عملا صالح تحب أن تشاهده تحب أن تراه بين يديك عند الله عز وجل وما منا من أحد يا أحبة على هذه البسيطة إلا وسيكلمه ربه ما بينه وبينه ترجمان فينظر على يمينه فلا يرى إلا ما قدم وينظر عن شماله فلا يرى الا ما قدم، وينظر تلقاء وجهه فلا يرى الا النار، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فاتقوا النار ولو بشق تمره، انظر اتقوا النار ولو بشق تمره، اغتنم وقتك يا عبد الله في هذه الدنيا نحن يعني ولله الحمد الامور كلها متاحه. في صحة وعافية وفي وقت فراغ وفي أمن وأمان نحن الإنسان الآن في وقتنا الحالي يستطيع أن يمارس وأن يؤدي العبادة على أكمل وجه اغتنم هذه الفرصة يا عبد الله وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ أسأل الله عز وجل أن يجعل أيامنا وأعمالنا خالصة لوجه الله عز وجل وأن يستعملنا في طاعته هنيا يا حبة. للعبد الموفق وهو وربي انه موفق اذا استعمله الله في طاعته عندما سئل النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس غير قال من استعمله في طاعته قال الصحابه وكيف يستعمله في طاعته يا رسول الله قال يوفقه لعمل صالح ثم يقبضه عليه